المجرم اللي تشوفوا فيه الصورة، هذاك هو اللي زعما باش ينفذ العملية، هذا هو منفذ العملية، يعني حط روحه باش زور. مانيش حاط الصورة ديالو هنا. المهم هاكم كيدخلو نديرو مينياتور ومن بعد راح نحط صورته على الكتاب، باش هكذاك بيماه اللي يقول انا ما نقدرش نشوف التلفزيون مع يما وما نشوفش رجل يما، يشك في روحه مع يما، هذا يشك في روحه مع يما. شوف نوصل به العسير، ما يقولوا راح تقتل قبل ما نقتل، وعند الروح زعما راه وطني ولد الحرام. ما عليه، نبداو. كيفاش بدات القصة؟ القصة بدات من نهار 15 نوفمبر، بديت يعني ناخذ في المعلومات ونعرف شراوي صرا وبديت، ولكن من قبل 15 نوفمبر شهر من قبل وشهر ونص من قبل يبعث لي تيقى عبد القادر اللي كان صف ضابط، كان سيرجان شاف في المخابرات ايامات الحرب الاهليه، يبعث لي يقول لي انني نتبعك وكذا ومنا ومدى بيا نتلاقاك. انا ما نتلاقاش، جميع من يقول مدى بيا نتلاقاك ما نتلاقاش، تلاقى حتى واحد، تلاقى علاش؟ باش نشربوا قهوه، ما عنديش وقت باش نشرب قهوه انا. قال باغي نتلاقاك وكذا، قلت له ما كاش نهار ان شاء الله، يزيد يعاود الكره كانت لا كاش نهار كي توالي تما هكذا. انا نرفض بطريقه ظريفه، ما كاش ما واحد ما نعرفو ما يعرف يقول لي روح تلاقى ولا اخويا العزيز ما تلاقاش انا هكذا. ايه نهار 15 نوفمبر 2021 يبعث لي بريا يقول لي تري زيرجون تري سكري، عيطني عندي حاجه نقولها لك. عطاني النمرو تاعو تاع الواتساب، عيط له. ايوا قال لي شوف راه كاين ايكيب تاع مخابرات راهم حابين يقتلوك. قلت له دزو معاهم انا هكذا خايف يدزو معاهم. قال لي لا سي سيريو، راهو جاو ليا و تفاهموا معايا وجاوني قالوا لي تراجع على الشهادة تاعك في قضية ليموان تاع تبحيرين، الرهبان تاع تبحيرين، لأنه هو هذا الإنسان. بعد نعطيكم حاجة قليلة نبذة على حياته، كان شهد باللي اغتيال الرهبان تاع تبحيرين ما كانش من طرف جماعة الجية وإنما من طرف المخابرات الجزائرية، هذا صرح بها. هذا الشيء صرح به لما كان في تايلاندا في بانكوك مسجون، باش يطلقوه لأنه السيد هذا هرب زارطة، هرب على تونس. مانيش عارف على الزرطة في الكتاب تاعو ماهوش واضح، لأنه بانكوم واحد يكذب وكذا ما تقدرش تجيب منه الصح. قال لك هرب على تونس، زاد على ليبيا، من ليبيا راح لسوريا، في سوريا اتصل بالسفارة الفرنسية وطلب يتكلم مع جهاز المخابرات الفرنسي، قالوا له درك تجيك إكيب من باريس، جات إكيب من باريس بعد شحال من يوم، هضروا معاه شافوا السيد ما يسمحش، قالوا له نتلاقاو في بانكوك في تايلاندا. راح اللي عطاولو هو يحب دايما يطلب مصروف، عطاولو مصروف باش يمشي تايلاندا. يوصل تايلاندا راح للسفارة، كيف قالوا استنى استنى قال 15 يوم،
جات إكيب من فرنسا سمعوه عرض عليهم خدماته، قال نخدم لكم، قال له تخدمنا في دولة عربية، تبقى في الشرق الأوسط في دولة عربية ما تجيش لنا، قال ما نحب تجي لفرنسا، قال نو ما تجيش لفرنسا، يعني ما عطوش الكوارث باش تجي تخدم زفاف. والو أزعف كيفاش وكذا ومنا وجبتوني حتى لهنا، قال له هاك عطالو 2000 دولار، قال له روح تربح. من غدوة راح عند البلاشكا، راح السفارة تاع بلجيكا، اطلب يشوف تاع المخابرات، هذا المخابرات كان مريض في دارو، جابوه جا مكرفص كاع واش كاين، قال له باغي نهضر معاك عندي امور وكذا منا، قال له صح ولي غدوة. البلجيكي كي سمع منه عيط الفرنسيس، الفرنسي قال فوالا جا واحد جزائري كيفاش كيفاش، عطالو قصتو. من غدوة كي جا ما خسرش عليه كلمة ولا زوج، قال له انت يا تاكل في تحب تاكل في زوج طباسة، حنا ما نحبوش الناس من هاد النوعية، ايا طبق ما تجيش تدور من هنا. راح رجع للوتيل صاب روحو، تعدل الفترة القانونية تاع التواجد في تايلاند، يداو للحبس، ضرب 3 سنين شحال هو في الحبس هكذاك، ولا واحد الباباس شفق عليه، دار معاك يعرف المدير العام تاع الشرطة، هذاك المدير تاع العام تاع الشرطة ولا طلقو، كي طلقو راح الأردن، من الأردن راح لهولندا، هولندا زاد الحباس كيف كيف، من هولندا بالفرنسا، فرنسا جا قال لهم انا عندي نشهد على قضيه الليموان دائما تاع تبحيرين، سجلوا الاخر شهاده تاعو، اعطالو ريسيبي سي تاع اوتوريزاسيون دو باش زعما يدي الاقامه، لانه هو ما عندوش الحق في اللجوء السياسي، اللجوء السياسي يعطى الواحد اللي كان نشط في بلاده ضد النظام ويثبت باللي راهو كان مطارد. لما جاو القضاء الفرنسي يطلبوا منه شهادة رسمية، سيد عاد يتعوج، وكان دار كتاب، واحد كتبه له، واحد صحابي كتبه له، وين يتكلم عن لي موان تاع تبحيرين، ولكن باش يروح عند القضاء، أنا نعرف واحد يقول، أنا مثلا تكلمت في موضوع مسيري، اغتيال مسيري، تكلمت في مجلة نوفيل أوبسيرفاتور في جوان 2001، بعد ما تكلمت عيط لي جوج دانسيليكسيون المكلف بالقضية هذه، عيط لي، عاودوا نفس الكلام، تشهد قلت له بيان سور نشهد، ماشي بس نجي نقول كلام في الصحافة ومن بعد تجي القضاء. نفس الشيء بالنسبة للقضية هذه، القضية هذه راه في حمام القضاء، ما تقدرش تمسخر قدام القضاء، لأنك تكذب يعطوك، دونك هو كان حاب يدي دراهم ويعطوا له أوراق وداو مزروب، أو إلى الفرنسي قال له نكسبيرسيوك لتزاير، عاد يبكي وكذا ومنا ويشكي ويجري وكذا كامل، ولاو الهولنديين قالوا لهم يا بعثوه لنا. عادوا بعثوا الهولنديين، ابقى محبوس ليه، بعد طلقوه هبط لبلجيكا، في بلجيكا على حساب كلامه عنده ورقه يقولوا بلي ما عندوش الحق في الاقامه ولكن لا يطرد، وعايش بالمساعدات الاجتماعيه، عنده 1000 يورو في الشهر يخلص منها الكلى وياكل ويشرب، وكم السيد تاع قرعه تاع بيخو ما تكفيهش هذيك 1000 يورو، هنا المشكل ديالو. هذا باش الناس، معليش عيط عليه، باش الناس تكون عندها فكرة عليه، هذا تكون عندها فكرة عليه، هذا هو اللي كتبوه، عاود كلام اللي كتبوه هو، ماشي تاع قال نعرف، انا عمري ما تلاقيتو لليوم، الى يومنا هذا ما تلاقانيش، ما شرفتوش بمصافحة ولا باش نقعد معاه. والو السلام عليكم يا شعب الجزائري، بعد ما شفتوا هذا المقطع فهمنا يا شيخ هشام عبود، السيد هذا اتصل معاك
راك تقول باللي بعت لك شافك حكيت لنا باللي تعرفت ليك في لاباج تاعك وقال لك انا عرفتك وانت ما تعرفوه عمرك ولا شفتوه عمرك ولا سمعت به الوغ انت كنت مخابرات من قبل يا اخي وانت ما سمعتش به المفيد ودوك راك تقول لنا باللي كان في لافير تاع هو كان ساجون شاف في المخابرات و هو شاهد في لافير تاع لي موان تاعتي لافير تاع تي بي دي بحيرين وكذب وجاز عند كاع لي كوميساري عند كاع لي بروكيرور تاع فرنسا تاع بلجيك والاخر وكذب عليهم والسيد تاع الديفان وكذاب كبير كيفاش نتايا اتصلت به ودرت معاه هاد العفاف فهمانا هذاك تقولنا بلي واحد ما امنوا وكذاب كبير وكذب عليهم وما حضرش لا جوستيس ودوك انت تامنوا ما فهمناش فهمنا هاد العفاف ودوك نجيك يا سيمو راك تقول هكذا يا اخي وانت تبعته يا اخي هو على بالك بلي انت هو كذاب وكان يخدم فيهم بصح انت ما تعرفوش كاع ما كنتش شفتو صحيت انا جايينك خدمتو على بعيد دونك السيد كي قال لي فوالا راهم اتصلوا بيا وراهم جابوا لي محاميه قالت لي باش تتراجع على الشهاده تاعك على قضيه الرهبان تاع تبحيرين ورانا عندنا برنامج عمل برنامج عمل ايه بروغرام داكتيفيتي بروغرام داكسيون باش نقتلوا خمسة من الجماعة اللي راهم هنا يشوشوا على النظام هادو من الجماعة الخونة هادو مع وكدا وانت انسان وطني وعلى بالنا بك كذا ومنا ومن ايه قال لهم ايه قالوا احنا الاول اللي باش نصيدوه اللي لازم نجيبوه لا وهيش العبود هذا على راس القايمة يقلق بزاف يدير كذا منا لازم نبداو به اسكو قادر تجيبو قال لهم وي قادر نجيبو سيد ما يعرفني ما نعرفو ما يعرفني ما نعرفو فاش راح يجيبني قال لهم وي نجيبو يا با بروبليم قالوا نعولو عليه أعطوا لهم صريفة 150 يورو خلصوا العشاء وطلقوه كي قلت لنا كيفاش حتى خمو جاو ليك انت كنت على اتصال بهم من قبل قال لا انه موقع ارجيني باتريوتيك تاع ولاد الحركي هذاك الخماسة اللي كتبوا فيه ولد الخبيث بن خبيث لطفي نزار وخالد نزار قال لي خطرة كتبوا عليا مقال ماشي مليح رديت بعثت لهم انا حق الرد قلت كاش تبعت حق الرد كيما هذا قال لي ايه انا قلت بعثت لهم حق الرد قال لي ولاو من بعدك مدوها لطفي نزار لطفي نزار اتصل بيا وقال لي راه كاينه جماعه راهم يحضروا في عمليه لا تشارك معانا نعاونوك نحلو لك مشاكلك واش هذا قال انا حاب ندخل للجزائر وانا قدام منا وهذه وحالتي حاله قالوا نعاونوك يا با بروبليم الله يبارك دونك هكذا لا واش دخل لطفي نزار في هذه العمليه لطفي نزار بما انه باباه مطلع ويقعد مع شنقريحه يسهر معاه ومع توفيق قلنا هما اللي حركوا في لا دونك باباه هدر له وقررنا نشوفوا كيفاش باش نديروا العمليه نشوفوا كيفاش لا لانه العمليه اللي طلبها هو عبد المجيد تبون طرطور المراديه هو تبون اللي طالبها على حساب حسين بولحية هذا حسين بولحية هذا المجرم الكبير هذا احد كبار مجرمي سنوات 90 واللي راهو اليوم
مدير الاستعلامات والتحليل. نتذكركم دائما نهضر عليه وحطيت تصويرته وكذا، باش كنت في ذاك الوقت عندي الدوسي عليهم، نتبع فيهم حاجه زعما يقتلوني وانا قاعد نبروفوكي فيهم باش نزيد نشعل فيهم النار باش يزيدوا يحقدوا عليا هكذا باش نزيد نجيبهم. هلا ماشي قال خوف تخمت قال بابا بحسن بولعيا قتال وكذا ويجيبوني تشيك يا وحدي لا معايا هشام عبود انت يخلعوني دي بيني كلي كيما هادو جبانا هاك يخلعونيش. دونك قال لك هكذا اللي اتصل به لطفي نزار وجاهم بعد جماعه هادو، واحد يقول له غيلاس وواحد يقول له جاهد. جاهد هذا اللي تشوفوا فيه على التصويره هذيك درتو في لا مينياتور بيني كلي سبيني كلي يقولوا نطلع الروبي نحبط وانا راح نحبطو نحبط يطلع يا اخي تتصور اذا كان محطوطين ولاد عمتك واش يقولوا عليك ووالديك واش يقولوا عليك يا ولد الحرام لا عندك والدين دابور سمعت واش يقولوا عليك الاخر جيرانك دا يضحكوا عليك راني رديتك سينما يا ولد الحرام انت دنالي. المهم جاوا دونك هذا غيلاس وجاهد راحوا للياج هاي رجعت لا كونيكسيون هذا ما نزاليا دو ديريكت لايف مالي ولا انا تصور معاه هكذا اللي دبرت التصويره تاعهم في زوج بعثها لي بعث لي دونك التصويره تاع هذا جاهد و سان سوز اوفيسيي و تاع هو معاه باش الناس يعرفوا تيغا ويعرفوا جاهد في زوج. وجاهد قالوا تراك معايا يعني في زوج التنفيذ ليهم في زوج يقوم بالتنفيذ مع بعض. الو دوك باش يقدر يجيبني هو وعلاش عاوز يجيبني باش دبا مصروف لانه تيغا عنده محنة الشراب استنى الكرو دونك يلزمو يشرب باش يلزمو درهم باش يشرب باش يجيبني مقدرش ما يعرفنيش ما نعرفو ما يعرفنيش حتى راه يجي يعرضني على قهوة ويلعبها باللي راهو انا نمشي بالكلمة ديالو هكذا يقول لهم نسمع فيهم كيسجلو يعطيه يقولو والله راهو يسمع لك يقول لهم بياسير يسمع لي ايه وانا اللي نمدلو. المهم قلت له كيفاش حابين ديرو يعني قال لي تجي للياج وهما اللي كانت يقوموا بك قلت له دار مليحه هادي قلت له قول له ما يجيش للياج درك ندبر لك انا بلون مليح كيفاش تجيبوني. بون كانت الخمسة تاع العشية لا كانت زوج ونص أخيرا كانت زوج ونص أنا وين العام رحت للكوميساريات بوليس تاع روبي قلت لهم يا عندي فوالا 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 واش عندي ماما الكوميساريات بوليس ما موافقين تاع سرقة تاع كدا جبنهم تاع حاجة تاع تيروريس وكدا عيطوا تاع لي رونسينيمون تيريتوريو الاستعلامات الإقليمية قالوا خاطينا احنا هادية قالوا مالك نشوفو تاع المخابرات الأمن الداخلي هما اللي راه خليت لهم التليفون ورحت ايه من غدوة عيط ليها نيميرو بريفي انا ما ردتش على نيميرو بريفي لا لا نيميرو بريفي وماسكي يعني و نيميرو هذا اللي ما نعرفوش ماهوش في لاجوندا تاع في ريبيرتوار تاعي ما ربطش عليه والو ريان لازم واحد باش يهضر يبعث دابور ميساج سينو ما كانش دو فوا ما الغدوة تسعة تاع الصباح كيف كيف ضرب النيميرو اخ قلت بالك شادو ما عندي رحت انا شكيت عند البوليسي يكونوا هما اللي راهم ريبونديت ظهروا هما هيا اوكي طاف طاف فلان لاخر هكذا اوكي
قليله جوز غدوه ولا غير غدوه، عطاوني نهار عطاوني رونديفو. المهم كلش مسجل عندي بالتاريخ، لانه هذا باش تكتب راح يروح كتاب. سمعت يبقى لهم في التاريخ للعصابة ولاد الحرام، العصابة الإجرامية. أونتر تو سي خونا بعث لي الكارت فيزيت تاع المحامية اللي جات معاهم. سمعت وقعدت تسمى باش دير تتكلف هي باش لما يمشيو عند قاضي التحقيق هي المحامية ديالو، ويقول قاضي التحقيق راهو الكلام اللي قلته على موضوع الرهبان تاع تبحيرين راني غلط، راني قلت هذاك برك على الزعاف وما كاش منها ولا لا. المحامية هذه وعندي بطاقة تاعها، كارت فيزيت، ليديا بودريش، مات ليديا بودريش، افوكا لا كور دو باري، هي فرونسيز دوريجين الجيريان. دونك عطانا البطاقة ديالها، بعث لي التصويرة تاعو مع جهيد، بعث لي ثاني ان دوكيمون تاع ليديا بودريش دو فوا بعثولي، الإيميل الأول هذا، أنا بيان سور مديتو، إيه وبعثلي لي ماتريكول تاع الطوموبيلات ونومبر تاع التليفون، تاع غيلاس وتاع جهيد، وماتريكول تاع الطوموبيل لي جاو بيها. كي رحت أنا الجهاز الداخلي الفرنسي حكيت لهم هايديك هايديك هايديك، وانا شخصيه معروفه مانيش انا كوني يعني، هي كي بديت نحكي لهم جاتهم شغل مغربه يعني، يروحوا الواحد يجيبوه ما يعرفني ما يبدا كدا، قال لي كومو كي فون كومسا، قلت له سو سون دي بينيكلي هادو، بينيكلي راك تو لا بروف، شوفوا وصلت الحاله. بون سجلوا عندهم وقال لك بون تخبرنا بالشيء اللي يصرى، كاش مستجدات كاش كذا، المستجدات كل يوم يعمل دي نوفو. انا رفضت باش تكون عليا حمايه تاع بوليسيه ولا تاع مخابرات ولا تاع الاخر، انا نبقى حر. قال لي كيفاش دير؟ قلت لهم انا نبقى نتنقل كل يوم، راني في جهه نبقى نتنقل ودايما نتنقل، ما يقدروش يشدوني. سمعت عياو يضربوا قدامنا ما كاش، مع سي خونا سي تيغا بقى الاتصال، اعطيته مخطط، قلت له شوف قول لهم يجيو الليل نتعشاو فيها ريستورون، وكي نكملوا العشاء اعرضوا عليه، هاتم خط شباب تسمى، قال انا نجي انا كذا ونقدمكم على اساس انكم الناس اللي تبعوه وكذا وتحبوه كامل، نتعشاو كي نكملوا كي يجي رايح قال نوصلو يطلع في الطوموبيل برجليه كي طنا هذيك دبارتي، يطلع الطوموبيل انتم الطوموبيل في عوت تدوه للدار، اوب ادوه وين بغيتو ودير واش بغيتو. قالوا له لا في ليل لا، في فرنسا ما قيسوش، باسكو فرنسا دعوه صعيبه، فوق تكون في بلجيكا. وعلاش بلجيكا؟ مخاخ. قال لك في بلجيكا كي ندوه لهيه الناس كيقولوا قتلوه في بلجيكا، يقول شكون قتلوه في بلجيكا واش يدير في بلجيكا؟ عندهم الجرذان دياولهم في الإعلام، موجدين أرواحهم موجدينهم، وعندهم صحافة بودورو. قال قتلوه المغاربة على اختراكش، خدم مع المغاربة ومن بعد دار عليهم ولو قتلوه. وعرفنا
منها. والوال المخابرات تاع لي بينيكلي ما كان حتى واحد يحوس عليهم. شو كان مخ كي قال لي هكذا قلت له بون دونك لازم تكون في بلجيكا، خليني نخمم مليح ونقول لك كيفاش نديروا لها بلان في بلجيكا. انا في هذيك مازال ما دخلتش باتصال مع الشرطه البلجيكيه باش نقول انه في فرنسا سهل الحال، نقول الشرطه الفرنسيه راهم جايين فوالا يجوا يتحكموا الى اخر يصبح الخير. كنت في بلجيكا مازال نخمم، كي بقات مازال نخمم ولا هما عيطوا له قال له اسمع الرئيس هكذا راهو هذا حسين بولحية، قال له راهو الرئيس تكلم معايا وقال لي باغيه حي. هي شرشاب جيب هشام عبود حي، على بالك خبيزة كيما نتايا، على بالك بقرة كيما نتا، هي شرشاب قالوا نحبو حي. شو بغالون يحكم في الجزائر هذا؟ أروح وجيب هشام عبود حي باسكو هو. وعلاش نقول لكم علاش قال نحب نجيبو حي؟ انا اختراكش شاف باللي جابوا قرميت بونميرا حي، لكن قرميت بونميرا حكموه التراك، هو باش داه للترك راح للتراك سي نورمال يمدوه تيليفون لأردوغان قال بعثهولو في كولي. حكموا محمد عبد الله جابوه له حي، جابوه لهم حي محمد عبد الله. ها هذا النمر ما نعرفوش مثلا تليفوني لي الركروشي ما نعرفكش ما تدورش عليا صحيح. هنايا بدنا شفتوا هذا المقطع راك تقول يا هشام هذاك السيد تيغا قال لك انتصلوا بيا والافوكات وقاتلي فوالا سحقيناك باش نفريو الكوارتر ونفريو لك القضيه تاعك، لازم كما حنا نقولوا تعاود تكذب على القضيه تاع لي موان وتبحيرين او ميم طون. عندنا افير انا حابين نحيو خمسه ما بينهم هاد الخمسه عطاتو كلش صديق قاتلونا حين نحيو خمسة باش نقتلوهم، عنا قافة كبيرة لازم تعاوننا فيها باش نقتلوهم. وهاد الخمسة هادوما هشام عبود، عبد الصمار، أمير دي زاد، أنور مالك، وأمير دي زاد، هادوما الخمسة صحيح. وراك تقول باللي قاتلو لازم نفريوها معاك، وهاد لافوكات وهادي المخابرات على بالهم وانت تانيك على بالك باللي هو هرب للخارج باسكو باعهم، باع المخابرات باع الجيش، هذا باع الجيش. وراك تقول تانيك واش عيطولو تبون هو اللي بعتهم، تبون واش نقريحه هما اللي قالوا لهم روحوا ديروا هاد لافير مع من مني من قال قالوا لي جينيرال. جينيرال شكون؟ نزار، ماشي جينيرال واحد اخر، ما كاينش واحد اخر، جينيرال نزار صافي. جينيرال نزار هو اللي كان يحكم في المخابرات هكذا صحيح، وانت كنت تخدم في المخابرات وهذا كان يخدم في المخابرات صحيح. وانتم كو هاربين يا اخي، انتم كنتوا تخدموا في المخابرات هربتوا درتوا ديكا كي انت كي ديكا هدايا باع المخابرات وباع الجيش. هاد لافوكات راحت عنده وزاد حبت نيغوسي ما باش يدير عفن واحد اخرى يا اخي. الحكومه تاع الخارج كاع على بالها، مام الامم المتحده على بالها بلي هذا كذاب، هذا كذاب كذب على لافير تاع تي تبحيرين ودخل الحبس. وراك تقول بلي يشرب، وراك تقول بلي كذاب كبير، ونتايا امنتو ايه انا جايينكم يا شعب الجزائري. هنا فهمنا ما فهمناش كيفاش لطفي نزار على بالو بلي هذا كتيقة هرب وخدع الجيش وخدع المخابرات وعلى بالو بلي حرق باباه هكذا يعاود يتصل به هدايا ويقول له اروح عنا عملية، اروح انت
تلاقاو معاك هذا هو وليد الجنرال نزار يتلاقى معاه ويقول له عندنا عمليه يتصل بيه يقول له عندنا عمليه باش نقتلوا خمسه هو يقول له نقتلوا خمسه الهدايا اللي هرب وخدع على الجيش ايه والله العظيم غير ماينه كيفاش المنفذين تاع قتيلتكم اللي قتلوكم كاع يروحوا يتلاقاو مع هدايا ديكا لي هو يجيبهولكم نتوما اللي تقتلوه نتوما اللي تقتلوه وزيد بزياده يخليوه يتصور معاهم ويخليوه يتصور معاهم مع هذوك الزوج جماعين يقتلوكم في خمسه يخليوه هادو القتالين يتصوروا معاه وهما اللي يجوا لعندو هما اللي يقتلوكم هما اللي يوروتهم باش يجوا عندو ايه نح فهمناش يا هشام كيفاش هاد السيد ما يعرفكش كيفاش كي قالوا له يجيبك عارفك ودخل معاك في الفيسبوك وكان يعرفك كاك تقول بلي كان يحبني ويعرفني ويحبني ودوك كاك تقولنا بلي ما يعرفنيش فهمنا هاد لافير هادي ما فهمتش فهمنا هادي لافير هادي كيفاش هدايا تصور معاه وخدا لي ماتريكول واش تانيك ما فهمناش دوكيومون تانيك فهمنا هشام عبود هادوما رايحين يقتلوك راحوا يشوفوا السيد لي باش يجيبك هما يبينوا وجههم لي يقتلوك يجيبينوا وجههم يا اخي هكذا وزيد بزياده راحوا لي بالطوموبيلات تاعهم بيرسونال هكذا وزيد بزياده خلاوه يصورهم صور معاهم وزاد خلاوهم يصور ماتريكول تاع الطوموبيلات تاعهم حق ربي العزيز والله يا في لي فيلم امريكا اكسيون ما شفناهاش في فيلم كوبوي ما شفناهاش في الميكيات ما شفناهاش هادي تاع الصح شفناها غير في ماندو هادي تاع الصح في ماندو وفيلم الترك هادي شفناها والله العظيم يا هشام عبود غير انت وحدك نتايا كيفاش ما فهمناش هادي دابور سيد هرب خدع على الجيش خدع على خدع واش عيطولو ليكيب تاع المخابرات خدعهم هرب ليترونجي وحرقهم في ليترونجي والسيد كذب على الحكومه تاع بلجيكا كذب على الحكومه تاع فرنسا كذب على الناس كاع وواك تقول بلي يسكر ويخلصوا غير ب 500 اورو والراجل كذب 100 في الساعه ما على بالوش كاع وهادوما وشكون اللي طاح معاه العدو تاعو اللي حرقو هو اللي راح يبعت وليده باش يخدم معاه يبعت وليده عند واحد اللي خدع الجيش وخدع المخابرات يبعتو عنده يقول له روح تفهم معاه يا وليدي باش نبعتو له جاهد وهذا يا صاحبو وهو ويروحوا عنده باش هما اللي قتلوا يروحوا عنده يشوفوه ويقولوا له انا هنايا ويزيد يقولوا له بلي عندنا خمسه ما خاوش ما واحد والو خمسه وعطاو الاسامي تاعهم تاع دوك الخمسه وهادوما هذايا هذا وليد الجنرال نزار بعتو تبول وهاد لافوكات تاني بصح هنا كاع واش اللي حيرني نسيت يا هشام عبود باش تقول لنا واش تكون هادي لافوكات هاد لافوكات هي كاع اللي وسط هادي هي تلاقات معاه وقالت فوالا نسحقوك ما قلتنيش بلي هاد لافوكات راحت لك لافير يا خو لافير دو روت تاعك اللي درتها يا هشام عبود الي نول زيرو لو كانوا مو قلت لنا بلي هاد لافوكات تخرج مع بشنقريحة وتخرج مع تبون كان قلت نبلي لميترس تاعها لميترس تاعهم هادي اللي راحت لك راك تتقاعد يا هشام عبودة المخابرات تاعنا تبعت الجماعة يقتلوكم في خمسة ويبينوا وجههم ويروحوا بالطوموبيلات ها يا اخي في ماندو يا اخو قبل ما تواسي انا في صغري اقسم بالله الله جدو 14 ans بديت نقرا لي ديتيكتيف كتابات كانوا لي روفي كبار طوال هادو عيطولهم ديتيكتيف بريفي كنت نقراهم بزاف وتعلمت منهم وكنت نقرا لا سيري نوار بوليسيير فهمني
هادي وكنت تشوف لي فيلم بزاف داكسيون. لازم دير في بالك يا هشام عبود قبل ما نقتلوه ولا قبل ما نديرو افان تاع لي نقتلو اللي كيدي واحد لازم نجيبو واحد نديرو معاه تيست نبعتوه. اسمع مليح هاد الانسان مش اون بليس دو سا هذا هضر مع وليد نزار وهضر مع هذا كامل يبدو كت مازال وحاكم حاكم لاخر تاع واش عيطولها المخابرات وهضر مع هادو مال التالين في زوج وخدم مع لافوك هادو ما كاع هذا يعرفهم وهذا سكران وهذا كذاب هذا كاع فاهموا معاه. ايه لازم تعرف يا هشام عبود احنا قبل ما نبعتوا واحد باش تعرف قبل ما يبعتوا واحد يقتل ولا يدي مهمه يتستيوا في واحد متفاهمين معاه يقولوا فوالا وجاي كذب زعما يدير واحد زعما ما على بالكش بلا ما حنا يقتلوك خلي روحك ينافيغي عليك ويقولوا قولوا روح ما نجيبك مهمه تجيب لنا هذا باش نقتلوه يخلوه ويجيو يتستيوا كي يشوفوه باللي جابوه يخليوه يديروا في النية ومن بعد واش يديروا يديروا روحهم بلي اللي كيداو هذاك السيد هذوك الزوج كيما حنا نقولوا هذايا يديروا روحهم بلي اللي كيداوه ويعيطوا له يقولوا له خلاص انا فريناها ومن بعد تيميزوا على هذاك الانسان يشوفوا لا يدير اخبار بلي قتلوه ولا ما قتلوه هذا السيد الاخر تماتيك باش ويا ربي يتعاملوا معاه كيفاش خلاوهم خلاوه يصورهم دار لي ماتريكل دار لا كارت فيزيت على ديك لافوكات تبون تاني قالوا له بلي تبون على بالو الرايس ويهضر معاه وهضر معاه واش عيطوا له هضر معاه وليد الجينيرال بزاف وقالوا فوالا هذاك اللي بعثوه لي وخدعني وكل شيء صديق ياحا والله غير في ماندو هاكو تسمعوا يا شعب الجزائري كنت تسمعوا في ماندو هدايا هذا جورناليست استقائي هذا خدم مع المخابرات والله يا هشام عبود غير لعبوا بك لعبت الرخص بصح على بال مجدات المخابرات هكذا باش يعرف لي الشعب الشعب يا بلي انت نتوما تاع السخاوانه لعبوا بكم بيان جبدوكم بيان وتحركتوا بيان بيناتكم دوك امير ديزا دا يحرك فيكم او يقول لكم نتوما تخدموا مع المخابرات تاعك يا هشام عبود او يقول لك امير ديزا انت وزيتو تخدموا مع المخابرات ما حبيتوش تدخلوا في لافير او كشفكم قبل ما تفرى لافير وهاد لافير كاع خرطي في خرطي ايه عجبني واش عجبني يا شعب الجزائري قال لك عيطوا له لابول راح عند لابوليس ديبوزا بلان ومن بعد تيك قالوا له نعيطوا لك ومن بعد تيك لو لوندوم عيطوا له ما حبش يواجب قالوا انا ما نواجبش انا ما نواجب حتى واحد البريفي هذا كاع ما نواجبهمش ومن بعد تسمعوا مليح دو جوغ قال لكم في ذاك النهار عيطوا لي لون دو ما عيطوا لي ما حبيتش نواجبهم بعد لو لون دو من الصباح ثاني عاودوا عيطوا له كيفاش هادو ما كاع راح دي بوزا بلاد اللي حبوا يقتلوه وهاد لابوليس كاع عيطوا له في التليفون كيما واجبهمش ما تقلقوش عليه ما قالوش بالك قتلوه ما راحوش يجي فيريفي ولا قتلوه ولا ما قتلوش يومين ما فيريفيوش يا اخي في ماندو يا اخي في ماندو افطن يا شعب الجزائر افطن يا شبيبه يا البردعين افطنوا هذا في ماندو تاع الصح في ماندو ربي يحمي بلادنا ثم تلعبوا مع المخابرات بيري نتوما تلعبوا وشكون مع وليد النزار والنزار هو تاع المخابرات الله يهدينا السلام عليكم سير وي 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 قول اسمع قول انا الحاله تاعي مقوده سي فري وي قول واش بيزوان دو فون وي باش نبدا وي اوكي مي طاي فون تاع 500 يورو ولا ما يتقعدوش بيه وي اوكي وي Après, il y a le fond à date à l'émission. Oui. Au fur et à mesure, c'est comme une caisse. Tu demandes une caisse oui. que tu vas justifier okay, par rapport à tes missions. Exact. Oui. Oui. Mais il faut établir une histoire de caisse que tu dois justifier. Oui, mais c'est pas moi. Il y a notre fille. Oui. Non, tu le demandes directement. Le maqdash n'akhdam. Oui, mais c'est pas mieux. Oui, mais Jahil, c'est pas mieux qu'ils décident. On a un bel manager à le terrain bas. Mais où est-ce que c'est Hossein qui décide. C'est même pas Hossein qui décide. J'aime le c'est le ministère de la Défense, à mon avis. Non. Et il m'a un homme.
Attends, ma handoum chez l'ambassade fait Bruxelles et déploie des fonds pour une mission. Ah, c'est pas possible. Hein. Non, non, est-ce pas, c'est pas facile. Hein, ouais. انا واش نقول لك دوكا انت يا تدفع معهد على هاد لا بروسيدور هادي خلي هو يكتب يطلع الشيف نتاعو داكور اوكي تو دوموند اون كارت اوكي كي با اتر جيري سولون دي كونديسيون سبيسيفيك دون لو سونس وين فوالا واش يدخل لا كاس هادي فوالا ديبونس اللي يدخلوا فيها ترونسبور اوتيلري كلش فوالا نوريتور هادي بوندون لا ميتيون بيان سور كل هادي هي لا كاس تاع الخدمه Et c'est lui qui va, qui va écrire à Alger, comme ça il prend une décision. Agréable. Et bien sûr. Et parce que la dernière fois, je lui ai demandé, vous avez comme une ambassade à Bruxelles, quel est le cloisonnement? On veut dire, mais les belles hommes, c'est plafond. Non, c'est le cloisonnement, c'est vrai. Vous voyez, mais Hadia, tu as une procédure de travail, vous devez la faire. Ouais. Ok? Au plan procédure de travail, tu dois demander, comme une caisse, Ok, pour tes missions, j'ai pas de revenus. T'as fait moi. Il y a la belle, il est au courant, moi j'ai pas de moyens. Moi, tout ce que j'ai reçu. C'est que tu lui envoies un mail. Ouais. Et tu détailles, fais, maintenant si tu veux que je t'aide, écris le mail ou bien le bateau des chauffeurs à la vie, ou bien le bateau là. Non, mais le problème, notre fille, moi, elle est belle que moi, on a la vérité, moi. Je vis avec une aide sociale par mois. Donc je paye mon loyer, 450 euros, je paye mon internet. À 50 euros, ça fait 500, ça me reste dans les 350. Donc c'est pour voilà, mes besoins. Voilà, j'ai pas un salaire, j'ai pas. Voilà. Sinon je m'en fiche, moi. Sinon je m'en fiche. Hein. Oh, mais là, elle est bien. Voilà ma situation. فاهم يا با بيوك لا ترونسبارونس فاهم يعني فو مدوموندي اجوردي دو ديبلاسي ولا كان حاجه جو بو با الفير بيان سور سي با بار بيان سور سي با بار مونك دو تريك جو نو بو با وي بيان سور مي تا ريزون باسكو سي فري انا هشام عبود Il est maintenant à Bruxelles. Il m'invite à aller à Bruxelles. Moi, je prends le train, je prends l'hôtel, je prends, je sais pas, un bazar. Exactement. Alors, Ok, tu écris un mail et tu demandes, yani, dans le cadre des missions Hadouma à venir et, de la, et du suivi yani, de cette mission, des missions Hadouma, voilà, tu demandes. Il n'y a pas de mission, Quand Hicham Aboud, Haboud Djibou, il n'y a pas de problème. C'est une mission, c'est une mission. Oui, c'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Non, on est capitale. Non, l'autre fait, allez, Hicham Aboud, la voir, c'est une mission capitale. Comme ça, elle est belle. On voit un message aux autres. Oublions le qualificatif, c'est une mission. Okay? Pour chaque mission, tu ne peux pas débourser de ta poche. Bon, mais allez, si je débourse de ma poche, comment vous allez me rembourser? Bien sûr. Et même pour te rembourser, il faut un cadre. Elle a dit que c'est un cadre. Oui, mais là, moi, je ne suis pas en Algérie pour l'administration et tout. Hein. خليهم يدبروا لي باش تكتب له ليه وانا على بالي كيفاش تتبعني قلت لك اكتب له ليه سي لوي طون انت كان لو كان انت يا تنترفوني با با بارتي با بارتي كانو كومو كومو ديريج هذه مليحه تنترفوني ديريكتومون اسمح لي اكتب انت اكتب انت ونكتبها اكتب انت اكتب هذه انت يا صاحبي اكتبها 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 انت كومونس اي كرير وبعد بعث لي جو روفوا لو تكست وين بعد الكلمه تاع هذا تاع الاخضر مسعود في هذاك توتا نوتا سي بون فوالا بعث لي حبسينا عبنا وشدو بريبار ان تكست وشدو جو لو اون لو روفوا انا وياك الاخرين ومن بعد نقول لك فازي بون ابعث اوكي داكور À partir de là, خليني نتبع. Ah, il y a d'accord, il n'y a pas de problème. Comme ça, Anna, l'autre fille, tu es le seul à qui je fais confiance. Anna, Hadou, Là, parce que tu es expérimenté, Mohamed. Asma'li, باش تكون الخدمة مليحة, il faut que les choses soient claires. Oui, hein. Ok. Voilà, il faut toujours éviter les malentendus, les mauvaises interprétations. Hadou, Mali, fais-tu le cas, l'khadma. Alors. Il vaut mieux dire les choses de manière crue. Voilà ma situation. Voilà de quoi je vis. Vous me demandez aujourd'hui avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas le faire. Bien sûr. Voilà, c'est pas parce que je ne veux pas, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de le faire. Pour ce faire,
il est utile, ok, de mettre en place une caisse qui sera à ma disposition d'un montant de temps, par exemple 2000 ou la 2500, que je justifierai, au fur et à mesure des déplacements, des trucs, voilà. Cette enveloppe servira à couvrir les dépenses de, en cas de, dans le cadre des missions, de transport, de trucs, de, voilà. Par exemple, j'ai un bout d'année, ça fait 3 jours, il goulait à l'Ouest. انا كي نروح يتيم ما جي با لي مويان بتدو يخرجك عشاء ولا فطور ولا ببيع. انا لازم ني داتي لوتيل فاهم بيان سور اتون اون بليس لازم تبين له بلي ماكش مرعي هذاك صافا راك بدراهمك بلوتيل تاعك فوا فما سينو روح سينو ما جي مغوتيل نقول روح نلقاو تناكو وحدكم ها Non, c'est un amateur. Allez, je vais te tenir. Allez, mais bon, voilà, il faut écrire ce mail-là. Allez, d'accord. Maintenant, ok. Qu'avant de le faire, on va le faire avec toi. On va le faire avec toi, on va le faire avec toi. D'accord. Bonne nouvelle, tu as fait avec toi. Voilà, bonne année, voilà. Allez, salut. Ouais. أنا اللي عجبني في هاد التسريبات، يعجبوني في هاد التسريبات فاش عجبني، عجبني برك كي قالوا بوناني. داكوغ هادي اللي عجبتني، كيفاش لافير في المواد نوفمبر يقولوا بوناني، حبيبهم يزيد يتلاقى معاه. بيقوم يزيد يشوفه ويقولوا بعد يوم من يقولوا بوناني فهمتوا لافير كيفاش راهي فهمتوها باللي هاد لافير هادي كاع اللي انجستخومون مخدومين هادي كاع ما عندها حتى علاقه هادي كاع بيناتهم هادي تسريبات اللي يديروها سيتا كومونتي بيناتهم بين هشام عبود بين امير ديزاد بين زيطوط هادوما كاع لافير مخدومه فهمتوا عاودوا سمعوا منين تعرفوا بلي مخدومه وما كان حتى كلمه تاع نقتلوه نروحو نقتلوهم ولا نروحو نبعثو لهم يقتلوه لا 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 Yeah.